نظمت دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالمؤتمر الشعبي العام ورشة عمل عن تعزيز النوع الاجتماعي في العمل التنظيمي، ضمت رؤساء ونواب للدوائر في المؤتمر الشعبي العام. دور عمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في تعزيز الوعي بمنظور النوع الاجتماعي وأهمية تمكين المرأة في ممارسة العمل التنظيمي والسياسي بشكل عام. محاور لورشة عمل نظمتها دائرة المرأة للشؤون التنظيمية ضمن برامج النساء في السياسة الذي استمر لعدة أشهر في تدريب وتأهيل عدد من كوادر المؤتمر ضمن 7 أحزاب أخرى بالتعاون مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة. طبعا احنا الان بعد التشاور مع الدوائر المعنيه والتي تهتم ايضا بكوادر المراه مثل دائره المنظمات، الشؤون القانونيه، الارشاد والتوجيه، الشباب، القطاع الاعلامي، وجدنا انه لابد من خروج الى مصفوفه تتعلق بكيف ندعم المراه في كل هذه الجوانب، ليس فقط المراه المؤطره تنظيميا ولكن المراه التي حتى تنضم الى المؤتمر الشعبي العام ولديها اهتمامات في المجال الصحي، في المجال الاعلامي، في المجال الاقتصادي. طبعا الدورة لها أهمية كبيرة للمرأة حيث أنها تطور من الناحية الثقافية من النواحي العلمية في الإطار العملي بالذات في التنظيم. رؤساء ونواب الدوائر التنظيمية حثوا كوادر المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمهم القيادات على أهمية تفعيل جانب التأهيل والتدريب وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في تفعيل العمل التنظيمي وتطويره. فيما يتعلق بقضية النوع الاجتماعي أن يكون هناك رؤية موحدة للجميع، لأن فكرة النوع الاجتماعي لن يستطيع حزب من الأحزاب أن يتقدم فيها، وما زالت بقية الأحزاب والتكوينات السياسية متأخرة أو متعثرة في هذا الجانب، فيفترض أن يكون هناك رؤية كاملة تساهم فيها جميع المكونات السياسية في المجتمع اليمني. طبعا المؤتمر بالنسبة لأدبية المؤتمر هي في اتجاه تفعيل وتعزيز دور المرأة في العمل السياسي، والمؤتمر سباك في هذا الجانب، وتعزيز المرأة هو يعتبر أحد المحطات المهمة في العمل السياسي، وإن شاء الله سيكون للمرأة دور كبير في المرحلة القادمة خاصة، والمؤتمر يتجه في تنفيذ أجندة ما يخص 30% وهو تمثيل المرأة في كافة المحاور السياسية. هذه الورشة جاءت بعد تدريب 30 شابا وشابة من بينهم شباب المؤتمر في جوانب النوع الاجتماعي والنظم السياسية ومهارات المناصرة وإعداد الخطط التنفيذية، بما من شأنه تعزيز دور الشباب في هذه الجوانب. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.